بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحد الحكماء: ما رأيت أتعس من أربعة. قال: شخص يدعى للعشاء ويطلب المزيد، شخص يريد الانتحار وعمره مدين، شخص يلبس القديم ولديه الجديد. وحينما سأله عن الرابع قال: معلق لا يعلق على ريال مدريد. يا رباه، مستحيل يا ريال، مستحيل يا ريال، هذا ما لا طاقة لي به يا ريال. دعهم يحاولون، فالمحاولة أمامك شرف، بألقابك لن يتعدوك، في مجدك لن يتحدوك، بأسمائك سيذكروك، بتاريخك سيمجدوك، إنك الأسطورة يا ريال. قلنا مشاهدينا الكرام، اتذكر يا ريال زمانك، انت الليلة سلطان مكانك، بالثلاثية المدريدية، بالأقدام الأرجنتينية، بالكرة الميزانية، ريال الأوقات هو بثوب الأبطال. يتذكر سنين وسنين الريال بهذه الأمور الكبيرة والرهيبة. الملعب المرعب في بيت الرعب يخوف البرنابيو. اي والله يخوف. يعني هذه زيارتي الثالثة للبرنابيو، ولكن صدقوني كلما زرت هذا الملعب كلما شعرت بالرهبة. هذا وانا ما العب الرهبة، انت تشعر وانت تشاهد وانت في قمة الملعب، وانت امام حقيقة ملعب يتسع لاكثر من 80,000 متفرج. تشاهد الملعب الذي حدثت فيه صولات وجولات وبطولات وألقاب وأسماء مرت وعبرت من هنا ووضعت توقيع وتوقيع وإنجاز وإنجاز وسجل 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 التاريخ وتاريخ. مش ممكن يا مدريد، مش ممكن على المتعة. الدريم تيم عاد من جديد، عاد من جديد، الريال كباك. كرة عرضية في مكان، الله العارضة، يا رب هدف للملوك. ليس هنا يا فالنسيا، ليس هنا يا فالنسيا، هكذا يرددون. يا ليغا يا لا، يا الليغا هي الكوبا والشامبيونز فقط، كأحلام البلانكوس في كل مكان، ما أكثرهم في كل مكان لهذا الزمان، على خلفية استبداء واستبيان أو صبر الآراء من هارفارد الجامعة الأمريكية الشهيرة. في 2007 خرجت بتقرير ليس هو بالسر على غرار الآي بي، ولكن هو معلن للجميع: الريال أكثر شعبية بين أندية العالم. ومدريد يقولها بالفم المليان: هل من مزيد؟ هل من مزيد يا مدريد؟ هل من مزيد من البطولات؟ بنو الريال، أبناء مدريد، أولاد المرينجي، أصحاب البرنابيو، إن عاد جديد يبدأ وحبيبكم الأبيض. نعم، وعاد جديد يبدأ وحبيبكم الأبيض الريال. الفريق الذي كان يحكم أوروبا، كل أوروبا، ويأمر أوروبا، كل أوروبا، وعندما يأمر الريال أوروبا، كل أوروبا، كانت أوروبا، كل أوروبا تقول سمعا وطاعة للفريق الملكي. إنه كبرياء الملك، كبرياء الملك. يا لها من أوضاع